مرض كورونا اللي هو مرض صعيب، لأن حاليا تشافيت منه الحمد لله، ولكن كان ممكن ما نتشافش منه. علاش؟ لحقاش واحد 80% ديال الناس ما كيبان عليهم والو، ولكن واحد 20% كيمدهم. 20% وكانوا صغار او كبار، راه شفنا ناس صغارين عندهم 16 عام 37 عام 39 عام وماتوا في فرنسا في اسبانيا في ايطاليا وفي المغرب. فما بقاوش نقولوا راه غير الناس الكبار اللي كيشدهم، راه غتفوتني راه انت وزهرك، وكل واحد ما عارفش شنو فيه، هل اللي فيه لازم، هل اللي فيه الكلاوي، هل اللي فيه غير كيجي الفيروس 3 ايام 4 ايام كيمدك. حيت النهار اللي مشيت لاسبان وجيت ما عرفتش راسي مريض، تدست مده 5 ايام غتحس بواحد الاعراض. الاعراض هما بهذا مثلا، انا جاني ضيق في التنفس، كل واحد نورمالمون هو كل واحد وكيفاش يجي الاعراض، انا جاني ضيق في التنفس، مشيت لوبيتال ديال سيدي سعيد، خداو التحليلات ديالي خرجت بوزيتيف، تحولت من ديك القنت لواحد الجناح واحد اخر، حقاش تحول القنت ديال الناس بوزيتيف. تما دخلت واحد المرحله شويه صعيبه صراحه، الله ديك تاع فراسي كتدخل في واحد المرض ما عارفش كادي تخرج منه. اللي كيدور في الزنقه وما عارفينش راسهم، وانت غيعرفوا راسهم حتى كيتمدوا، عاد كيديوهم اون يورجونس، عاد كيديروا لهم تيست، عاد كيعرفوا راه مين فيهم الفيروس. ولكن ديك الساعه فات الفوت وهو دوز الفيروس لواحد 10 الناس ولا 20 واحد، واللي عطى الله عطاه. فالخوتي المغاربه بغيكم توعاو بهذه القضيه هذه، بقى في دارك. وخويا المغربي اللي غتقدر تقاد تعاون خوك باش يبقى في دارك، عاون خوك باش هو يبقى في دارك. لهذا كنطلب من الناس يتسموا البيوت ديالهم الله يجزيهم بخير، وندوزوا هذه الفتره ديال الحرجه اللي كيدوز منها العالم كامل ماشي غير المغرب، باش نحاولوا نتغلبوا نكونوا حنايا من الدول الصباقه اللي تغلب على الوباء. ما بغيناش نشوفوا قدام غدا شي واحد يموت له باه ولا مو، نقول له باش مات هذاك في فلان بالفيروس كورونا. علاش؟ حيت ما جلسناش في الدار. حنا ممكن نتغلبوا على الوباء، وي الموت علينا حق متفقين، ولكن ممكن نتغلبوا على الوباء وما نفقدوش بزاف ديال الناس عزاز علينا، كاين اللي يفقد صاحبه ولا يفقد اخ ديالو ولا الزوجه ولا الزوج ديالها ولا الابن ديالو ولا الام ديالو ولا الاب. لهذا نحاولوا نساعدوا ذوك الناس، حيت ديك الناس كيديروا خدمه كبيره، لا الطب ولا البوليس ولا الجندارم ولا العسكر، يعني الدول المغربيه حطت جميع الامكانيات ديالها باش تحاول تغلب على المرض. لهذا خص الناس تعاونها، تعاونها باش تجلس في الدار. ما كانش صعيب، سيتي با دور ا فيفر باسكو الحمد لله طول الستاف ميديكال و باراميديكال ايز ايتي تري لونتي معايا، كيديروا لي خاطري ديما اللي محتاجها، كيعطيوها ليا زعما فرانشمون جي مانكي دو ريان. الحمد لله سا ما بوكو بيدي باش نقدر نصبر هاد لي 18 جور دابا، سي 18 جور.